صاحبي يقول لي ما راعونا شويه داك صاحب مكناس راعي محضر 400 مليون ديال الشيك بعد الفاتريال راعينا شويه اش بغيتي ما حيدوها لك واي اصبر معنا شويه الله يرحمك واه سير صبر انت وخلص قول لي راه دعقوا الباكرات انا ما تلاش خلينا كاع شي وتر حباب واه دوزوا لو ما تحسن دوزوا حقلو كثر الحياه الله يسهل عليه هي في الجميع ومرحبا بالجميع اليوم فيديو جديد ديسير احنا بغينا نديرو مقطع ديال الخضره شويه وتحيه صاحبي ترى صاحبي من ايام الطفوله وريني بعد البطاطا 70 ريال وريني بعد البطاطا واش نقولوا لهم 70 بلا ما نعرفوا كي داير البطاطا ب 70 ريال مليحه شتيها الله يسهل عليك الله يسر يلا شد خيط صديقي تحياتي خويا موسى تحيه متبادله البرقوق شحال 12 درهم اخويا 12 درهم والفريز الفريز ديال البريال 90 البوشيطه ولا الكيلو البوشيطه شحال فيها من كيلو؟ كيلو اخويا 500 الكيلو الله يسهل عليك الله يعاون الله يحفظك احياتي للاصدقاء الله يسخر لكم الله يسهل عليكم الله يعاونكم قول لي يا الباترون هاد النافله ديال الغرب شحال دايزه بعدا تحياتي الله يسهل عليك هاد النافله ديال الغرب شحال دايزه؟ اخويا المليحه اخويا كنبيعهم لك اخويا 6 الله يسخر لك الله يسهل عليك تحيه اخويا مرحبا اخويا محسن الله يسهل المكازا هي المكازا 31 لافوكا هادي فوالتي مليحة 600 ريال 300 هادي ها سوفياما 600 ريال حتى هي 15 درهم هنايا عندنا الكالبر هادي كالبر مميان كيبيعوها ب 14 درهم عندنا الباكوم راه هي عندنا 12 درهم شوف باغي نقول لك واحد راك منور المكان مرحبا اش بغيت تشوف هادي بشحال؟ هادي 12 درهم فاكم بغيت فاكم فريكوات فريك لا لا والله لا لا ما تخدمهاش هيا هنايا هذا لي ديكال 14 هذيك تخدم الكلوزا ديالك تخدم هذيك تجي من الوزين نسبة للخدمة هذه بروميير خدمة خدمة نقية عندك تبارك الله العزيز صور هنايا هيا هذه تخدم دابا راسي كتعزل لها تبارك الله لا لا شوف شوف لا غيت نوصل لك مرحبا انك مهلي في المكازا ضروري مهلي في الكليان وكل شيء ياكل لافوكا كل شيء ياكل تحياتي خويا الله يسهل كل شيء ياكل عندنا الثمن من 10 درهم حتى 18 كل شيء ياكل ومرحبا بالجميع الله يسهل عليك واللي جا على الدوره مرحبا بي راه يشرف مرحبا بي واحد الله يسهل عليك الله يحفظك الله يسخر لك زياد جوج دابا دابا نعود على الدكا تحيه للخوين بعدا الله يسهل عليك دابا انا جاي الزريقه دابا الثمن شحال؟ شحال؟ 100 اودي الله يدير لي فيها الخير الله يسهل عليكم الخوين تحيه الزريقه خويا من الناس الكبار الله يسهل عليك الله يعزك شحال بعتي هذا؟ شحال خويا العنب تنبيعو فيه ب 60 ريال تنبيعو ب 70 ريال 50 ريال الله يدير لك الخير الاول والاخر غادي لينا بالنص الله شوف الله يصبر الجميع الله يسخر عليكم تهلاو ليا في الخوي تهلاو فيك الله يسهل عليكم المونك كاينه 11 درهم وكاينه 12 درهم بالنسبه للباباي كاينه هذه 25 درهم وكاينه هذه 27 درهم الله يسهل عليك نقاتي لا صح سيري 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 يا سيري الله يسهل عليك امين نقاتي لا والله الله يسهل عليك معناتو 4 دراهم الله يسهل الله يسهل عليك هذا رئيس ديال بن حمد تحياتي للرئيس ديال بن حمد الله يسخر لك الله يحفظك تبارك الله هذا صاحبي عبد الواحد سير دوسي دوسي سير 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 صابح موجود شوية كاين 4 دراهم كاين 70 تحية الصديق الله يسهل عليك وبشحال ليمون؟ ليمون 8 درهم واخا تكون كيعصروا كاع 8 درهم راه بزاف عليه انا خويا الطايبه بشحال 7 درهم وهذه كيف خويا هذه 11 هذه لا انا خويا هذه 155 زيد هذه حال بحال لا عبدو كيقصد عبدو تحيه لود عمي من الناس الكبار راه داودي تا شاد الانتاج شو البدايه هي هي هي
والثمن بشحال اود عمي؟ هذا ألف ريال، 60 درهم، 70 درهم. البوشيطة ولا الكيلو؟ جوج كيلو. جوج كيلو، قول 500 الكيلو. 500 اوكي. اود عمي، نوض عطينا واحد دقيقة من وقتك، نوض. هاد العنب بشحال؟ لا ما نشدكش بكارو كازي، اقول. خويا هذيك العنبة راه كنبيعو فيها ب 13. 13. سمعني، والي. برقوق 11 كاكي 12 درهم 12 ونص وهذا تا هو كذلك هو ميسور. الله يسهل عليك اود عمي. واحد مو بلاتي 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 نقول لك انت تشت عندك شقول لك كيفاش فيلم اخويا الدجال شحال داير لي سيريال شي على شي سيريال دجال هذا واو سيريال سيريال حق له عندك شقول له شقول له سيريال مساكين يعيشوا يا جميع ومرحبا بكم جميعا واليوم فيديو جديد سوق الجملة وتحياتي للجميع ودائما جديد تحية المحسن تحية متبادلة ناصر فين هو شو شو ناصر راه ماشي غير صاحبي راه خويا مشيت عدو لقادير ها ناصر مشيت عدو لقادير وكبر بيا الله يكبر بيه كبر بيا كم شحال ناصر ناصر الله يعمر هذا هذا الله يعمر هذا شحال باعوا لك الدجاج 60 الله يسهل شحال 60 الكبار شلون تحياتي للمزابي الله يحفظك شحال بعت هذه النيوره 5 دراهم ديال المزابي هذه ديال المزابي وهذه الخضراء 2 دراهم كتشوف فيا هي بنص عين 2 دراهم شوف هادوي يقول لي شي كلمه دعكا وموصل الله يجازيك شحال 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 قلتي الفلفله 2 دراهم 2 دراهم هي رقيقه رقيقه موسى انا جاي ليه على النكته اللي قال لي جاي لي تحيه الصديق تحيه لصديقنا اي اي انا معاه شحال قرعه خويا شحال المليح 7 دراهم 6 دراهم ونص والاخرى شويه هي راه انت عارف كاين 4 دراهم 6 دراهم هذه بشحال كتبيعها هذه خويا 8 دراهم هذه 8 8 دراهم اوكي الله يسخر الله يسهل هذه 100 درهم اللي قال لك الدوار حمراء من الدار تبارك الله اللهم بارك عرفوا انا خويا محسن زيد اش يا بسم صابك شحال بعت هذا انت 4 دراهم حتى هو الغالي في السوق اكيد انت محسن سلعه مزاب مليحه 4 دراهم وري من المليح اول مليح كاين ولكن الثمن كاين كاين المليح وكاين الثمن استاذ الله يحفظك الله يسخر لك الله يحفظك وفين هو شحال بعتي الانتاج بشحال شحال بعتي الفلفل عندي انا صايب 30 ريال 30 ريال 30 ريال الاغلى على مسكين مالي في الناس ولكن راه عندك سلعه رقيقه بلاتي التوام بلاتي بلاتي التوام السلعه رقيقه واخا 30 ريال بارك عليهم تحياتي الله يسهل عليك بارك عليهم بارك عليهم واش يا هذا تهلا وفيت شوش هذا تهلا وفيت شوش هذا تهلا فيهم تهلا فيهم الله يسخرك الله يسهلك الله يعاونكم العام تحيه السي الدكالي من ناس كبار خويا مايكا الله ينتقم منك اسير شحال كاين انت شحال داير هذا القرع حنا هذا من ورايا اي اسير اسير شحال داير القرع 190 ودي هذه 3 دراهم نعم خويا احفظني ودي هذا راه صاحبي مول خيزو اللي ما كيعرفوش راه في المملكه المغربيه تحياتي تحياتي صاحبي الله يحفظك يا صاحبي تحياتي صاحبي شحال بعتي الخوز شحال بعتي انت شحال بعتي 46 الله يسعدك لا ده خيرات البلاد بحال 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 زيد شوني مرجع اليوم كنت واجد عند صاحبي وصديقي صباح النور كابي شحال قول 6 درهم 110 100 درهم الخيار ست درهم مامي نيورا 160 140 مامي كابري هاد الخضرة 190 80 دنجال 90 4 درهم تحية الود دربنا من ناس كبار الله يسهل عليك اللي بغى شي حاجة مرحبا الله يحفظك هاد الحارة بشحال ولا الحارة 10 درهم بلوطة لا لا عارف مليح لا هو جودة والإتقان كي أحسن واحد شوية شحال كتبيع بعدا 100 درهم
هات شوف ما كذبش ما كذبش ما كذبش. السلام عليكم. 160 اولا قال لي 160 غير سيقول الحبس هو حامض كاين هذا حبه حبه غليظه مليحه زوينه سيريو حبات ملاح بالنسبة للشفرجن الشفرجن كاين 10 دراهم وكاين 8 كاين 7 على حسب الشفرجن كيدير بطاطا قزبية كاين 7 ريال وكاين 60 بطاطا قزبية تبارك الله بالنسبة للريال 6 ريال بطاطا قزبية وبلال وبلال راك مالي في الشعب ولا مالي فيا انا انا لا لا انا بالمليح انا خويا بالمليح بالمليح الجوده ديال الشعب الجوده الباربه الباربه كاينه 500 ريال كاينه 400 ريال في الباربه تبارك الله الله مو زيلك كاينه 500 و 400 شيفرون كاينه 1500 في الصندوق شيفرون 1500 في الصندوق حطيت مقيمين ومليح بالنسبة للبطاطا حلوة كاينة هاد الصندوق مولاه باعو ليهم 2200 2200 باع ليهم للصندوق بحال ما هادي العمارة ديالو 2200 شحال باع ليهم